خفي يا ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصلا؟ ان شاء الله ما تخليكي في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى ان شاء الله؟ طب ادي ام القط وادي المرايه، وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنه النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه. يا راجل خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. مش باين لها راحه شوق. ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك. ماشي فضفض ترتاح، نتقاسم. مش هي دي قسمة الحق؟ كل الحكاية ان انا مزاجي مش رايق الليلة شوية بقى. ده كلام يتقال برضو؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعت الصعيد؟ يا شوق انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس هطلع معاه مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده. برضه ما تاخذنيش يا معلم في اللي انا هقوله، بس الصراحه المصلحه فلتت من تحت باطك ونطت في عبء افنديك. شوق ده زيت في دقيق ملكش انك انت تخش فيه. وبدل ما انت ماسكه شنيور وعماله تنخوري في نافوخي، قومي طري القعده، اعملي حاجه، ازيلك هزتين، هاتي حاجه تشرم اللي بتلطش وتطهر الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا انسى ايه؟ بس احنا في انصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس؟ هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحة عليا، جسمي بيعلم. ما يعلم، مش أنا المعلم؟ ها؟ لازم أعلم. قوم يا بيت. قومي. ابدا يا حبيبتي، حاله من الملل والزهق وقله المزاج، ده ملخص الوضع اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي بجد راجعه؟ اخيرا عرفت ان ليكي اب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامه يا حبيبتي، هسجلي مكالمه شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. انا بسال نفسي انا مش مبسوط النهارده ليه؟ عشان اتاخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مال. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. ايه الكلام ده؟ أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد، إحنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك؟ اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك ادي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا ملط وبعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك.
استنى يا مالت، غيرت رأيي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي أمونة وأنا بتعمل لي مساج. أنا سعد. أمونة بعت لها جواب، أمونة ما ردتش عليا، أمونة إيه الأسباب؟ على كيفك وعلى كيفك وإن شاء الله ما ربيتي عليا أمونة. أمونة إيه الأسباب؟ أمونة على جواب إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. اهلا 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 معلم خميس، نورت القهوه. ازيك يا شلوف؟ الله يخليك يا ريس. معلم، واحد سال عليك جوه. واحد مين؟ معرفوش يا معلم، سال عليك ودخل قاعد جوه لوحده، هتلاقيه قاعد على اليمين عند الرجاله. استنى ما نشوف الحوار ايه اللي تشوفه معلم. ما تشوفش ورايا. تسلوا تسلوا، اقعد تسلوا تسلوا. ازيك يا فندينا؟ ماشي نور، ماشي اتفضل. مع السلامة يا فندينا. قهوة كوارع. على عيني. حاضر. قهوة مظبوط على مية ساعة. ايه الطلة الغريبة دي يا باشا؟ أبدا، لقيت مزاجي مش رايق قلت أجي أظبطه أنا. أهلا أهلا أهلا. قالوا لي انك سالت عليا. قال ما استغناش عنك ابدا يا فندينا. طب ايه؟ نجيب حجر، طاوله، دومينو، سيجارتين. سيجارتين نظبط بيهم دماغنا عشان الحكايه اللي هكلمك فيها. سيجارتين ملفوفين. الشقاوه دي يا باشا مش معقولة طبعا. أفندينا هيغلب في إنه يجيب لنا سجارتين مكفوفين. يا سربيه، أنت جاي هنا عند أفندينا في منطقته وعزوته وسط ناسه، وأنت طبعا راكن البوكس بعيد. أنت فاكر إن أنا جاي لحد هنا عشان ألبسك قضية؟ أقعد يا أفندينا، أقعد يا شاه، يعني ما بتغدرش بحد. يتوب علينا ربنا. والله العظيم جاي عايز اشرب معاك سيجارتين. ما بشيلوش. قول لي ان مفيش، اتصرف، مش كيميا يعني. يا مغاوري خش لي القهوه. هتبعت تجيب من المكتب ولا ايه يا باشا؟ لا حلوه. انواع مفتخره. مستغربني صح؟ لا خالص، انا بس يعني اخر حاجه تخيلها الليله دي ان اشوف جنابك. قوم يا باشا. مغاوري السواق بتاعي حكومه يعني. عادي. واد غلبان من الغلابه الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزق. تعال مغاوري، تعال قرب، وريني معاك ايه. هو في سعادتك يا باشا؟ انا هعمل. هو في ايه يا باشا؟ معيش حاجه يا باشا، معيش حاجه يا باشا. سعادتك يا باشا، ده اللي انا قلت لسعادتك عليه. تمام يا باشا. مغاوري قوم يا باشا، انده على كوارع، خليه يسقيك شايف العربيه. بعد اذن الباشا. بعد اذن الباشا. عشان الدماغ تعلى. يتوب علينا ربنا. الله يبارك لك يا باشا. غلابة. شايف الحبايه دي يا خميس؟ هي دي اللي انا بحاربها. انا ماليش في السلك الاوجة، انت عارف الكلام ده كويس. على الله تصمد للاخر يا خميس. اشمعنى انا يا باشا اللي جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لان انا كان كل همي اللي جوه جيب مغاوري، وانت كان كل همك تظبط مزاج مغاوري.
انا بصيت لجيبه وانت قريت دماغه، عشان كده انا محتاج للي زيك يا خميس يبقى جنبي ويكمل اللي ناقص فيا. حط ايدك في ايدي يا خميس، نحارب بتوع الكامل اللي خاربين دماغ شباب البلد دول. نحارب اي حاجه تخرب دماغ شباب مصر، ونقرا الفاتحه كمان على الحرب دي. الحشيش بره الحرب دي يا باشا. ايه؟ ايه؟ نقرا ولا ايه؟ الفكره يا فندينا هربوا رمانه. العلم طب يلا، انت عارف هتعمل ايه؟ وابيض. وانا بقول الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبسأل نفسي ايه الاسفلت منور ليه؟ اتاري افندينا بيمشي عليه. مبروك علينا خروجك لينا بالسلامة، ناسك وحبايبك واهلك واصحابك. شلبي أمرني يا برنس. طلبات الترابيزه دي كلها على حساب المحل، غرق الترابيزه بكل الاصناف، اي شيء يفكر فيه يحلم بيه دست منه تحت رجليه. أمرني أمرني يا نجم. بيضون الملط اهلا. مصر نورت. الحمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا نجم، الف حمد لله على السلامه. ايه شكل ايه الوجاهه دي؟ ضربت القطه بيضون، بس انا عارف انك ما تقصدش. عارف مالك يا مالت؟ زعل افندينا ليه؟ لا لا كابتن، عنك انت الحوار ده، انت راجل نجم، العيال دي انا عارفها. لا يا بيضون افندينا. رمانة انا مش قادره اتلم على نفسي، حاسه ان مفاصلي سابت مني. معقولة يا خميس؟ معقولة إيدتي تنط السنين دي كلها وترجع لي؟ معقولة الدنيا هتفرد وشها من تاني؟ وحشتك يا رمانة؟ دي الأيام كانت وحشة أوي من غيرك. وأنا ما شفتش الحلو منها إلا ساعة ما شفتك دلوقتي. وأنا هخليك دلوقتي تشوف اللي أحلى. والدنيا هص، افندينا رجع والشفه ضحكت والليل سهر وبكره جاي وامبارح اتنسى وانا هرقص واغني لافندينا وبس، والمزاج موزون ليلاتي قسم يا مزيكاتي. معلم باشا، معلش بدوش معليك، محسوبك الملط. معلش أنا آسف، لو ما كانش الظرف طارئ أنا ما كنتش اتصلت ودوشت معليك في ساعة زي دي. لا 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 مش خير يا باشا. خميس أفندينا وصل وسهران عندي الليلة. لا 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 لا، اطمن معليك، رمانة خرجت قبل ما يوصل وفجأة جابها تاني. الحكاية محتاجة زقة من معاليك وقفلة الحدوتة بايخة، لازم تنتهي قبل ما تبتدي. أمرني يا باشا، أمرني معاليك. مع السلامة. النبي ما تزعل نفسك. تعالى تخلي الحلم حقيقي، تعالى
ايوه يا ابو سامي. ايه ايه بتقول ايه؟ مش سامع. خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك يا فندينا. بعد اذنك بس روح. لا روح مين؟ لا بدايه الليله. ايوه زي ما انتوا يا بنات هطمن على زمايلكم وراجع على طول. ماشي. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت تسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لأوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح، لسه صايعه زي ما انا. وحشتني يا ابن الايه. يعني وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. العربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. اقدر اقدر. اه ام ساميه معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ست ما كده كده هتعرضي يا ميرا الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليه. انت قلقانه من ايه؟ مش شماعه البنسيون خلاص مش هلاقي حته اتلقح انام فيها يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ست حاضر حاضر هجيب لكم فطار معايا. ايه ده ايه ده؟ هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه الاحسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي. مساكين جوه فين؟ جوه العنبر. يلا في بالي احسن اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم. شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص. سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. عند المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسانة. اه هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسألك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قال؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت يعني نفضل عايشين كلنا وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ده بالبق. لو عاجبك خليه محط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا. We'll be right back.
حابب تتعرف اعرفك. براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. اثبت. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورنا يا افندينا. اقتلني يا خميس. وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حابب نتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم اول خميس ملوش جمعه لا. لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. أنا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس. ورحمة الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت. اثبت يا. أنت فاكر يا دي المدة بيرمرم كده يالا؟ ليه؟ والمدة بتاع عيال؟ المدة عنده مزاج وبينقي الجتة اللي يناولها الشرف ده. وأنا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا. هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت. ما تثبت يا. اثبت يا. افتح بوقك يا. ابوك ياد عارف انك هنا. ما ظنيش انه بالغباوه دي. ولا يا زوز؟ ما ظنيش. الله. يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك. المعلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس. وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك. كلام امك لا. ها؟ اثبت. اثبت يا. اخلص. عرفت حاجه؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه مالت بيضون رائد لافندينا هناك. وانت كنت فين؟ وازاي تسيبه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر المالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المالت وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان ناوي على الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص، مال وشك مصفر كده ليه؟ لا اله الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل يا حاج. هو خميس قرص على الواد بالزياده؟ الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا. استرها مع خميس. Thank you.
الواد الزوز راح ربطه في كرسي كأنه حرافي، وروحنا ملبسينه نص الطب الفوقاني لمؤاخذة وأحمر وهو لابس أسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص بالضحك قد وسطك يجي 100 مرة. أيوة يا خميس يا حبيبي، بس أنا خايفة عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شوية يا أخوي، ده أنت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، أمال اللي جاي إيه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني أنت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ متخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. أنا ما بهزرش. إيه ولا أنا بهزر؟ ولا أنت شاكة إني مؤمن؟ لا طبعاً يا أخويا، ربنا يزيد ويقوي إيمانك أكتر وأكتر. أمين إن شاء الله. بس أنا والله خايفة عليك من اللبش ده. لبش إيه؟ هو أنت عايزين أسيب حق يا رمانة؟ أسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومة؟ أسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وأنا ببنيه طوبة طوبة؟ أنت ما تعرفيش أنا تعبت قد إيه؟ ولا شقيت إزاي عشان أبني البيت ده؟ أنا اتذللت للزباين. أنا ياما كنت طايف للزبون أثبته وأتذلل له. اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص أثبته عشان ياخد له وقية. واللي بياخد وقية ولا وقية ونص أثبت فيه عشان ياخد له فرش. إن شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. أنا شقيت يا رمانة. شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت للي أنا فيه وبقيت كده. أقوم بقى سايب كل ده في الآخر وأقف أتفرج؟ ساعتها مبقاش استاهل اسم افندينا يا رمانة. ايوه بس انا بصراحه كده ماليش فيه. انا بحبك يا خميس وخايفه عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة. غلط بقى ولا صح، هو ده انا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغيرة، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانة كان تابوت. تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين. زي ما يكون مكتوب عليا ان اجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بق الموت. ايه الكلام الكئيب ده؟ ايه اللي فكرنا بالليله دي دلوقتي؟ هو انا ما وحشتكيش يا بت ولا ايه؟ وحشتني طبعا. طب امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ تعال بقى اهو. ايه؟ اهو بقى. تلعبي ريست. ريست ده ايه؟ ريست يا بت، ريست دي لعبه النخبه. تعال بس ما تخم. ماشي ماشي يلا. اصبر كده. واحد ثلاثة. يا بنت قوية يدوب علينا ربنا. راح فين على الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قول على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجاله كتير وعزوة اكبر. يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب. بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عيني مين يا بت؟ اوعي تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي. قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بت!
انا فاري يا بنت الكلب وهات امك لعرفت مامك صح. حرام انت وعدك ربنا يخدك. بس وانت نزلي لتحت دلوقتي يلا. ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما سحري قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي بتضرب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصه ربايه. ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الوليه كل شويه تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. قال بشاير ايه ده المفروض يسموها روايب. ولا ولا الله يخرب عقلك انت بتلعب في الجهاز عشان تموتني. انا عارفه ان امك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي انت البيت اللي انا لسه موضبه. انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي. ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعليلتك نار يا ام. يا ام انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري. بالراحه بالراحه يا اخويا. ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاح عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك. خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس. اموريني. تطلق الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى انت هتستفيدي يا ست انت لما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ضربي قلة الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت. انا اضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه. ده ما بقاش بيت ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ ده تكنيله في شكلك. امشي وانا من وشي. ده انت ما فيكيش ذق. هتتطلقي هتتطلقي. ها بتاعك يا معلم ابو الشله. جاي شوارع. تحت امرك يا معلم. سد السكين ونص. هسد السكين ونص. خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده. وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط، كمل العشر. ايوه استناه. نص فرش اربعه يا معلم. زودت 100. حاضر. طب اخفى دلوقتي. اه لا صبر. عملت كده السكينه. اه لا انا عايزك اذبح. ها طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت. الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه استنى. طيب
وصلنا. مالك يا اخويا؟ اتخنقت، زهقت، قلت اطلع بره شم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي، خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبيه يا حاجه. سلامتك من الكعباله يا معلم. عايزين نص فيها شربعات. كم دول؟ زياده 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للوليه بتاعتك دي تبطل الاعمال اللي بتعملها. الاعمال دي مش لينا احنا يا حاجه، ده عشان تبعد عيون الحكومه عننا. بس والله غلبانه وبتحبك البنت. اه يا اخويا، وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبه، مصلحه. امر استاذ. انا عايزك في مصلحه يا معلم. مصلحه ايه؟ لا مؤاخذه، احنا عايزين له بقيت حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافيه ما بسمعش. الحشيش قال. لا مؤاخذه يا معلمي، لا مؤاخذه يا معلمي، قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه تايه، فانا قلت مفيش حد يدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره، الدنيا تلاهي، هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا، في حاجه؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده؟ عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي. اوعى تحاسبه، ده ضيف. ها يا معلم، انا قصدي المزاج حشيش يعني. ايه حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود، ده خير انت تعمل شر انت؟ لا نضيفك تقول لنا بتبيع حشيش يا ابني؟ احنا بتوع معسل الحاوي يا اخوانا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا، بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي، ما انت حاطه هنا ورا الباهم، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها، عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى، ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعي. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ مش شايف حاجه. بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق. بس باجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة. كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك. قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافع، لا انا قادره الم نفسي في حضن اخوك ولا طايقه اديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ انا ولا انت؟ وايام الجواز وسنين الجواز، ادي اللي احنا بناخده منه. للشرش هم وقرف وغم وكلام فارغ. لو الغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا، يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت ادخل. الهوا معايا يا باشا. طيب عندك. حظك في رجليك يا باشا،
اخباريه طازه ومن النوعيه اللي بتحبها، قلت لازم اجي ابلغها لك بنفسي. قبل ما تقول اي حاجه علي، انت قاعد على القميص بتاعي. مبروك يا ام سامي. الله يبارك فيك يا حبيبي، استنى خد يا ولا زرقتوا يا بنات. على النسوان مسامية، عيون ام سامية وقلب ام سامية. هات المفتاح عشان عايز انام. نوم ايه النهارده؟ يوم مفترج والبنات اهم، هنروح نهيص. نهيص ايه؟ هو انا زبون يا ام سامية؟ خلصي بقى، هات المفتاح. زبون اخس عليك، ما تقولش كده، ده انت صاحب بيت. بيت ايه ده اللي حابه صاحبه؟ وحياة سامية اللي عيني لسه ما رأيتها، لا خليك كبير المنطقة، اخليك ديك رومي منفوش كده ماشي. اخلص يا ام سامية انا تعبان. الله 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 الله، ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ البضاعة دي مركونة هنا ليه يا براء؟ أنا يا حاج اللي قلت لهم يلوموها من السوق علشان زيد سعرها يعني. وأنت فاهم لما البضاعة تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا مظاهرات؟ اخرس انت امرك كبير. بضاعة دي لما تشح من السوق الناس هتدور على غيرها، وفي زيها دلوقتي كتير والمضروب منها بقى اكتر. يا معلم محدش يقدر ينزل قصادنا في السوق. يا حاج السوق انا ربطه من عرقوبه، وكان يعني على خميس وعيلته ابو سنه، فدول كبيرهم سبارس يبعوها في دلاب زمن وراح. يا واد افهم، سوق بير السلم هو الخطر الحقيقي اللي انت ما انتش حاسس بيه. دي ناس مدريه محدش عارف عنهم حاجه، والكيف ويذل صاحبه وبيخليه يترمي في عبء اي حد يظبطه. البضاعه دي لازم تتوزع من ليله. ايوه يا حاج، بس ما بسش كلمه اللي اقولها تتنفذ على طول، فاهم يا براء؟ احنا هنسلم حبايبنا الاول، عربياتهم هتبقى جاهزة في المكان والميعاد اللي أنا هبلغكم بيه قبلها بساعة. براء مع آخر فوش ورز ويا الرجالة. وشفاعة يا حاج؟ لا شفاعة، عنده زيارة لناس حبايبنا. مثلا خياط الحجاب ده في حجر بنطلونه وحاطنه له المراد، وبعدها العيل هينزل يتزفلط دغري من ظهره. ادعيلي اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. اما الحلاوه بقى يا وليه، اسكتي شويه عايزه اكلمك احكي لك. ما خلقك ضيق كده، مش مقاس حلاوتك. ده انت حلاوتك ياما وتسقي من الحبايب كتير. وحياة امي يا حنتومه، لو ما سكتي اللي هجيب لك الرجاله اللي بره يجوا يقطعوك هنا. ده اما شويه رجاله بره، انما ايه؟ لوز. بقول لك ايه، ما تجيبوهم من بره يفتشوا ويبقى التفتيش ذاتي. وهو كل واحد ينوبه من الحب. يا وليه تهدي شويه وورقي كده بالصاجات اللي نازله بيها على دماغي، انا جتتي مش خالصه. ايه هو المعلم؟ مش المعلم. امال مين الاصل؟ يا اختي مش عارفه، ده زي ما يكون طير كده وحط على سقف بيتنا، سمعت عنه كتير واستنيته اكتر، وساعه ما شفته زي ما يكون عفريت ولبسني، زي ما تكون يا اختي الندحة بتشتغلني في الرايحة والجاية. اهلا، هات الكوز وسيبك من العجوز، مرهوش مرهوش، ده الحكاية عوق وكلها مطبات يا ست شوق. طب والخلفة اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سنين هتموت عليها؟ يا اختي بركة انها ما حصلتش كده، اسلك واروق عشان الواحد لما يعوز يهنج. لا قد كده ورسني على الدور عشان حنتومه سقسقه تعرف تشتغل، ولو كرب يعدي ولو ضيقه توسع ولو شر انسلهولك واسلتلك منه خيره. اه يا بنتي يا حنتومه، لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه بره، هديكي بدل الطاقه 10، بس هي الرجل تيجي والسنارة تغمز.
عارفه انه بات بره معذور مشتاق للدنيا. انا عايزاكي في حاجه اهم، انت بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انت مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدري فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى، اتكلي على الله يلا وفرحينا. عارفة كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا اتجدعاني كده وجيبلنا حتة عيل. يا بنت التلميذ اللي انت سارحة معاه طول النهار ده، خلاص؟ ما بقاش فيه لا خشة ولا دم ولا أخلاق؟ عايزة الناس يقولوا على ست الحبايب إيه؟ مسرحاكي؟ ده جاري يا بص ومتربية معاه. جارك مش جارك ملناش فيه، يا بنت ركزي في الكلمتين بتوع البص عشان تستفيدي. اسمعي يا بت، انا عايزك تنتبه لقمه عيشك عشان ربنا يبارك لك في الالمونيا اللي انت بتقفشيها، وبدل ما انت سارحه معاه طول النهار كعب داير، هاتي هنا المحل على الاقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه، وبالمره يفتح لك ازازتين ثلاثه بيره، وهو الجار اولى بالشفعه. رمانه الطله اللي مش في اوانها دي، عايزاك ضروري. بالسلامه انت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحه بره المحل تاني، الصرمحه تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي مرني ذاكر لها باب الركلام صفحه 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي. يلا شلبي مرني الكيت يا روحي. لا مؤاخذه يا نجم، باب الركلام ها؟ اموريني يا نجمه. بقول لك ايه يا مرت، اوعى تجيب سيره الخميس بأياتها حاجه. خميس سيرة حاجة، لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا ايه يا نجمة؟ جرى ايه يا مالت، انت هتعملهم عليا؟ ما انت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، انا ابن السوق والكلام لازم يبقى اخد وعطا. عايز ايه تاني؟ مش كفاية اللي انا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. امال عايز ايه يا اخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مرة جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقوا، كنت هقلبه فرن بلدي، قدموا علينا نحس. خميس انت عارفه كويس، دماغه جزمة قديمة ورمانة ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت بدل ما حاجة تانية تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانة ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملطي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له؟ اقول له. عايز انت تقول له؟ قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوك. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الفاشل. لسه في اول الليل عارف حته زهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق، بس يعني هات العربيه دي.
ديت؟ لا 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 اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا اللي وراها الميني باص. ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى بس رخصك. اركن لي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عم. وده ايه ده يا نحنوح؟ تباشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة يا سلف، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا، أنا مش عايز دوشة، أبات برة، أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة، وبراحتي، محدش عنده ضحكة يا سلف. أداري أمي مالها صوت في البيت. مين اللي ساجر يعمل؟ يمكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال افزوا الزماطي خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندينا. انتوا مش تتفرجوا ورا. يلا انجم ورا. يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هذبحها. تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حد يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف.
ولا اي حاجه. زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب، زمن الوحوش حوش يا رب يا رب يا رب. في الزمن ده اتغيرت نفوس، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه. لا 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 لا. الو، بتقول ايه؟ واد اتمسك؟ طب ما الحكومه شغاله كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانه ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوف الكل بكره الساعة 6 عشان يعزم. أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. رمانة جاهزة؟ جاهزة، ومستنياك حباية حباية. برافو يا مالدي، هات البلط وحصلني. أمرك. إحنا في زمن الوحوش، ناس ما يرحموش. ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش يا مطي. ده مهما كان يتعدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم ياخد راي رجالته، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطلي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته، وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضيه دي كلها. ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ ابصلي، خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟
هترد؟ رد عليا يا رجالي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المانشيت؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟ معرفش. والنبي ما أنا زيه، والله بحبه. والنبي ما أنا زيه، والله بحبه. طب هو ده باين إنه صحيح. الله ده باين إنه بجد. إيه ده باين إنه صحيح. الله يلا وين السبب دينا؟ يا رمانة، انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا، امرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفاكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمة وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. بعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه، ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله، ونعيش كله، ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا، ولف الحوار وحاول بيه سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. هو المكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انت لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالب. وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل، وننتبه لنقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير، جهنم يعني يا حياتي. وزي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحه الكل. انهي كل؟ انهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، اسيب الكلب بتاعهم يروح ازاي؟ اهدى بس يا خميس،
احنا لسه بنقول يا هادي، وانت لسه طالع والعين عليك، والحكومه لو شمت خبر ايش دخل الحكومه في اللي انا بقوله؟ ولا احنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصه اللي تربصت لك ردينا عليها خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالسهل، برضك ليه رد. ورديت على الرصاصه ازاي خير؟ بوظ للنوح عمليه تقيله، دافع فيها قرشين حلوين. قال اه بوظتها له ازاي؟ اخباريه للحكومه. ده كلام ده يا خل، ده كلام. من امتى ردنا بيبقى غدره ولا خيانه؟ ومن امتى بندخل البوليس في اللي ما بين ده؟ لا اله الا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحيه شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصه ود. ده رد رخيص، ده رد رخيص يا حجه. ما ينفعش يطلع من ناحيه افندينا ولا يطلع من ايدينا بوسهنا. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روحي، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم يا افندينا. مؤاخذة يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيلة يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبه وسخه زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى اصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس بلاده تطلع منين. خساره. على كده على طول، كل ما اتزنق يخلع. معلش اصبري عليها مطره بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم، انا لا بقيت حمل لخبطه براعه ولا حمل الغازك. انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. الصبر يا مطره. ايوه، يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك، واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. بقولت لك الصبر يا مطره. الله، هو السمع بقى بعافيه ولا حاجه؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبيه، ما تهدي نفسك شويه يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوه والنتيجه. سكر عليك. سوريا. بيت يا سوريا، عايزاك سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر اهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو، هوى 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 لغايه ما تشعلي. الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي ده كل الحجاره ولعت. بقول لك ايه يا بنتي؟ نعم. تمسحي ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجاله. انا هسيبك هدف حضرتك. عيني عليكي، بنت متعاونه
محتاجه مجهود. ها لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت ومشي الرجاله. ها يا علي طمني، اتكلم ولا نطق بكلمه. نفس اللي قاله لك يا اخي، زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه خلاص يا باشا. زي الغنم عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه؟ انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك مدام كرامه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشي على علاج ولا ايه؟ طب ما في ايه بس؟ الحقيقه انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجه مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحه معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي باذن الله، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح كتير متاخر، لكن انا ما زلت عندي امل، انما اي حاجه تانيه بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل، هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والامومه. انا مش عايزك تكوني متضايقه من صراحتي، بس لازم اكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي. ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الويك. وانت ما بتعرفيش تعملي الواجب الفوض النوم. الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج؟ ما يلزمش. متاكد؟ متاكد. حاجه كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. راشو انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت. ايه؟ معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجي لك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكه بقى عشان يطير. هو مين؟ العصفور. طب ما يطير. هو انا ماسكاه؟ ما الدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. اوعي
اهل دايره الكرام اول ما رجلي اتخطى عتبه المجلس لازم لا منطقة ولا فرد اتواج. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه واوعد اوعد برضو اهل دايره الكرام اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا ذل بلا اهانه بلا ضرب على القفا. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا صباحنا زي الفل يا علوف اتفضل وفي لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بقاش المري ده الواد بقاش بتاعنا اهو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح هي بقت بالدراع ولا ايه على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو تحب تبص يا فندينا؟ بص انما قول لي مكتوب ايه الاول؟ بقاش المري في حلو ومري ولا اتاوى ولا غرامه بكره الشعب عنده كرامه كرامه؟ اه مكتوب كرامه؟ اه مكتوب كرامه اتفضل شيشه المعلم يا ولا كوارع ولا يا جند الشباب بكرة الشعب عنده كرامة ولا أداوة ولا غرامة بكرة الشعب عنده كرامة جنة الشباب اللي حمينا المعلم خميسة فندينا اسم الله عليه اسم الله عليه فندينا للعسلامة فندينا اسفند عليه اسفند عليه وشع يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه حمد لله على السلامه اسم الله عليك اسم الله عليك ايه تعالى كتكوت تعالى البيت تعالى يا باشا ريحوا الرجاله هموت يا بيس مرعوبه ايه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده انا حاسه انك واخده عين عين ما صليتش على النبي عين وايه مركزه عين ايه بس خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني ما هو كده يا اختي يختص يختص ويقب تاني فجاه اللعب على الكيف زي ما هو بيقول طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف لا انت جننتي انت عايزاه يموتني طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين ما هي دي النصيبه يا اختي عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه ارجع للباشا ولا عارفه اتحمى في خميس طب استهدي بالله بس كده انت وصلي على النبي وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي يا شفاعة طمني البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا الحمد لله عاوز بقى أنت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الآخر مش عاوز جنس عامل موجود غيرك أنت وخرفوش ورز فاهم؟ أمرك يا كبير وجيب لي براءة من تحت قطيل الأرض لغاية ما أصلي ركعتين شكر براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك لا تاخدها الناحية التانية ها؟ حصل يا كبير فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى لقط الزبون عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم يا فندينا طباخ السلم بيدوقه وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس أدخل ده وأمنع ده واقول لده يقول واقول لده يسكت الدنيا اتلخبطت خلاص محدش فاهم حاجه والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي قلت اخش خش يا اخويا خش وماله ما يضرش الناس تعبانه يا فندينا
لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكرة أنا اخترت رمز الوطوات لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطوات المرحلة. أمال عضلات منفوخة جيت أخد راحتها مش باين لها طول من عرض. على قفا إيه بسم الله ما شاء الله 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر هو خرج من العشة ورجع لأهله وناسه والكل بيتبارك بيه، وأنا أول المتباركين. أنا فديك الساعة فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده أنا كده تبقى اتفتحت لي طاقة القدر والدنيا زهزهت والحظ أنت معايا. يا أخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده أنت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيلة كأنك شفت عزرائيل. إيه بياض؟ ده أنت بلطجي قديم. بلطجة خلاص بقت قلة قيمة. أي عيل ومعاه شلة من أصحابه يقلع ملطه ويمسك سنجة ويثبت أهل حتته. البلطجة عينت، بصيت حواليا قلت أشوف لي سكة تانية. وبدل ما تقفش من جيوب الحارة أو تقفش من جيوب الكل، بقول لك إيه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الآخر كان فيه بيقولوا حاجة كده، الشعب عنده إيه؟ كرامة. غيرها. ليه؟ ما يصحش. آه عندك حق، ما تناسبش المرحلة. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما أنا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ. ماشي. طلعنا. بفكر. نعم انت لسه هتفكر يا بدران؟ حرام عليك، ده انا بطني قربت تبان وهتفضح قدام الناس كلها. ما عملت كده سرعات ما انت جالي بلوه برضه. ما هو غصب عني يا بدران. غصب عنك ليه؟ وانا كنت ضحكت عليك وخدتك في حته ضلمه، ما كله كان برضاك. اه اللي حصل حصل. حصل اسود. طب ما خلصتيش من بره بره ليه؟ دي شك الدبوس. وان كان على قرشنات انا اقوم معاكي بالواجب وابقى اخصمه من ميتك. انا رحت عند الدكتور. قال لي لو عملت العمليه دي فيها خطر على حياتك. يبقى مش دكتور. من بكره هروح ارفع عليه قضيه واشتكي في النقابه. خطر على حياتك؟ ده لو ما عملهاش يبقى خطر على حياتي انا، ولا عشان بخت اهلي انا الاسود. يا بدران حرام عليك، اهلي ناس غلابه، لو عرفوا حاجه زي كده ممكن يروحوا فيها. كمان طلع لك اهلي، دي حلوت على الاخر. دبرني يا اخويا، انا مش عارفه اعمل ايه. يا ريتني كنت اخوك دلوقتي. يا ريتك كنت اخويا. وبعد اللي عملته خلاص دلوقتي خلاص. اسمع يا بت، ما تجيش هنا تاني. ما عدتش عايز سكرتيرات. ايوه كده بان على حياتك يا بدران. يعني انت مش عايز تقف جنبي؟ لا. طب والله يا بدران انا هفضحك قدام الناس كلها واقول كل حاجه. سعاد. كده يا سعاد تفهميني غلط وانا مجروح. اخص عليك. اقعدي يا سعاد، اقعدي لو سمحت، اقعدي عشان انا تعبان. انا قصدي انت في اجازه مفتوحه على الاخر عشان تريحي وعشان لبطنك ومهيتك ماشيه زي ما هي، عشان تتغذي وتتقوتي، مش عشانك انما عشان ابني. بس ليه تسلم الورق اللي عندك؟ عشان ده بتاع ناس ملناش فيه. وتفضلي يا ستي. مهيه شهر قدام عشان تعرفي قد ايه انا بحبك.
بس هخصم 200 جنيه عربون اتعاب القضيه اللي هرفعها على الدكتور. قومي قومي تعالي في حضني يا ام ابني. يا ترى سميتيه ولا سم انا؟ اسميه انا. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد. والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولعنا. ارد عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقر خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار يا أمير الأمراء يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو سنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك، الكلام هنا يفرق أوي يا معلم أبو سنة. جرى يا رجالة، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفاية عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر. الله أعلم خلصتك منه إزاي. وأنت أبو سنة، بضاعتك بدأت تشح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ميبقاش يليق بأفندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس،
اللي هيورب سنة هيقع. عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نقرأ فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سيد. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجاله. استنى انت يا خميس. عايزك. اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مالك؟ مصيبة. طب خد نفسك كده وقول يا دوب في ايه؟ الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهية، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيبه، بس افندينا مش ساهل. انا مش فاهم حاجة، انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا ايه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة. ما انت لسه قايلة يا حاجة ابنك مش سهل. طبعا ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجة، البضاعة اتصبرت في الصعيد والرجالة جاهزة. أنا حضرت الفلوس وإن شاء الله هنزل عشان أخلص فيها. مش لوحدك يا أبو سنة. طبعاً الرجالة معايا، ولا عايزة كلام؟ لا، القصد إن خميس يروح يسلم ويستلم. خميس؟ أفندين؟ وماله؟ واحد. يا سلام، مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس إن كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس إنك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما أنا عارفها. أنا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وأنا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وأنت صغير وأنا مراقبك، وعجبتني لأن ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني أكتر إن أنت رميت عمرك ورا ظهرك، ورحت تطالب بحقك، وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت يا خميس السوق اتغير، ناس كتيرة اتحرقت، أنا كنت مستنيك، كنت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. يا باشا بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يوانوي، واللي معاه قرش
ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين ابيض مخروط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، اخليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها غير شوشره؟ كل انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران فيها مصر. يا استاذ انا مش هين عليا اشوفك كده بصراحه، انت ياما وقفت جنبي، اديني لو اخذه فرصه ارد لك المعروف. معروف؟ ايوه، انت ياما حميتني يا اخويا من ايد الحكومه ومقالبها. الله، ما ترجع الحريم دي المخزن وروح انت نام انت كمان، او روح اقلبوا عشكوا مع اي زبون تاني ولا سوق نايم. السوق نايم، ده الكون كله نايم. خلاص يا اخويا، الرجاله ما بقاش ليها مزاج. اسالني انا. بقول لك ايه، انا بقى هسوقك واروقك، اقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا والشغل. قهوه ام ساميه. حتى القهوه مش عتقاها يا ام ساميه، اهم بداوا يقلوا. استلمي، افتح الباب يا واد يا حركات. يا اختي متداري في اني خن. حاضر حاضر. أمر يا بلدينا. أستاذ بدران ساكن هنا؟ أيوه. أمال أنت مين؟ أنت اللي مين؟ طب أستاذ بدران فين؟ سي بدران جوه. طب قول لي إني بره. طب ثواني. استنى استنى. خليك أنت عروسة. أنا ولا ياكل معايا الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصوف لي في الليلة دي كلها يا حاج إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمال. لكن أنا مش متجعجع والصدر المكشوف. الله، العمروتي حط سيفه على رقاب الكل، اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حاج. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت، اسمعني. فرص جاية كتير، والدار باين، وعزامة تاخدش، والفتحة مردودة، بس السكة تفك والدنيا تسلك ونلاقي له مقتل نضربه فيه. أيوة، لو إن أنا مش حمل 3 أيام أصومهم. يعني عايزني أعمل إيه يا حد؟ أحط جزمة قديمة في بقي وأسكت؟ أي ضربة هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني، لو رميتها هترد في وشك. انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له، ساعتها هتبقى قضية بصحيح.
امرك يا معلم، امرك انت والباشا. تاكلي الحمار بس فتحها بيت. يا ماي شبرا ماشي عاجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طول. غبي زي امه، اعمل له ايه؟ ما علينا، طولني يا معلم. روح هاتي فحم من عيني. بس على مهلك وانت ماشي. حاضر يا بنت على مهلك. غبي زي امه. العاشق المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا، مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون، انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام، مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفل السخن وافتح الساقع شويه، خلينا نركلس ونقول الكلمتين. انا جايلك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري، وانا ضميتها لدلاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما طلبكيش. نعم، امال ليه قلت لي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك. انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول، هو كمان مش على هواكي، بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق، ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتصوري على النظام القديم، وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي؟ هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط. وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى. انك تعتصمي، وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار، يمكن الباشا يتعاطف معاكي وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالب الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجم. عيب. اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك، الضرفه اللي عامله زي السجان في بيتي، انا خلاص خدت منها افراج. واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش، عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك، لا يطقلك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوب. ماشي ماشي، انا هاخدها واضمها في دلاب الذكريات، يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي الحته حلوه؟ ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف نصوت ولم عليك الخل. يلا غور يا ابن الكلب. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. انسى بقى السيرة دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول، انما انا لا. وانت سيد العارفين، بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه؟ كل الشمال منفد على بعضه. عسل اسود. خمسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله اكبر، الليلة ليلة عيد. قوم يا بنتي اللي شبه دكر البط انت. الله يا اختي، الله اكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان الود ود يذبحنا البت من البنات. ما تعملوا حركة يا ولاية. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدران؟ بنروح يا خميس.
في انت يا مطر، انا برضو جوزك وليا حق عليك. برضاي على جثتي، انما غصب اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاكي غصب، نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس، وانا محرماك على نفسي. غصب عني، انا مش مقصر يا مطر، مش مقصر. لا انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخطر اخويا، لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، كلها بتلعب بيك ابن الكلب بسبع ارواح. انا عارفه انك مش ناسي دار اخوك وانك بتحبه قد ما انا بحبه. بتحبيه؟ قوليها يا مطر. انا عارف، انا عارف انك لسه بتحبي الغريب، بشوفها في عينيكي حتى واحنا. غصب عني. بالعكس يا مطر، حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. كان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي، معلش دول يدوب حلاوة روح فشغل مش اكتر. صباح على خير يا مطره.